ومكملين بصباحنا، وهلأ راح نروح لأجواء الفن والموسيقى، ومعنا بالاستديو الشاب محمود البحوري، مغني وعازف على آلة العود. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. سعد صباحك وأهلا وسهلا. سعد صباحك، أهلا وسهلا. بداية نحكي عن لون الغناء اللي خاص فيك واللي أنت دائما تحب يعني تغنيه أو تدندنه. لا، في يعني في كثير الوان صراحه، ما انه لون محدد واحد. الطربي، الشعبي القديم، خلينا نقول الفلكلورات الشعبيه، العراقي، الرومانسي، يعني في كثير. شو محضر لنا هلا بدايه كبدايه يعني؟ نسمع. يلا يلا تفضل. الله على ذا الليل لو كان ما جابك، اشتاق لك بالحيل ليطول غيابك. يلي هويتك ليل والصبح قفا، والصبح قفا بك، والله يا ما الحيل واقف على بابك. الله على يا ذا الليل لو كان ما جابك، اشتاق لك بالحيل ليطول غيابك. لإلك يعني قديه بده تدريب متواصل انه الشخص عم بيكون يعني يركز بكلمات الاغنيه ويكون حافظها، وبالمقابل ايضا يكون عم يعرف تماما كيف يعزف وما يطلع برا النوطه. فقديه محمود هذا الشيء بده تدريب؟ لا اكيد الممارسه، ممارسه اهم شيء. التدريب كثير بده الفصل، مثل ما عم تقولي فصل يعني بين العزف والغناء، يركز الواحد يعني، يفصل الايقاع، يفصل الغناء، يفصل العزف، كثير بده شغل تدريب طبعا. كان شيء أساسي لنجاح المغني هو يكون يعزف على آلة موسيقية، يعرف النوتات، يعرف كيف يوزع خلينا نقول مقاطع الأغنية. هيدا الموضوع قد ايه ساعدك لحتى أنه أنت تختار اللون اللي يمكن اللي بيناسبك أكثر؟ إيه طبعا ساعدني كثير. هلا هو يعني ما كثير شيء أساسي خلينا نقول، بس يعني شيء مساعد كثير، كثير شيء بيساعد. هلا وقت اللي انا بكون دارس الاله مثلا، بعرف شو عم اشتغل، بعرف شو كثير، هالشيء بيساعدني انا لحتى اشتغل على حالي يعني. بيكون يمكن الطريق اسهل خلينا نقول. ايه طبعا. صحيح يمكن بالبدايه في تعب ولكن النتائج بتكون افضل. ايه اكيد لك. صحيح. في مشاريع موسيقيه خلينا نقول عم تشتغل عليها هلا بهيدا الوقت؟ مشاريع عمل قصدك مثلا؟ عمل او مثلا؟ ايه اكيد. خبرنا. اكيد في هلا انا كمان بكتب وبلحن، في هلا فكره يعني. في شيء من كتاباتك انت لحنته وغنيته انت؟ لا لسه. لسه مشروع يعني؟ هو يعني بدايه على الطريق. ايه على الطريق، بدايه ان شاء الله. الحان لإلك؟ اللحن الي والكلمات الي. كلمات والحان يعني كثير عم نشوف هلا فاتن، كثير شباب عم بيكونوا انهم يعني عندهم خبره موسيقيه تمام، عم بيكونوا هنن يكتبوا الالحان، يكتبوا الكلمات الاغنيه اللي حاسين هنن يمكن مشاعرهم وترجموها على شكل اغنيه من الحانهم ايضا، فبيكون عمل متكامل للشخص نفسه. تمام. هلا انا ما فيني بعد حالي كاتب يعني، بس مثل ما عم تقولي بجوز من احساسه الواحد احيانا بيطلع لنا. خلينا نقول محاوله يعني ممكن تكون قريبه، ممكن نلاقيها مثلا على شكل ممكن. اغنيه ممكن بداية. هلا ذكرت انه في كثير الوان انت بتحب تغنيها، الاقرب لإلك يعني لما بتكون ماسك العود بتبلش تغني، شو بتحب اكثر شيء انه ينطلب منك تغني؟ والله يعني حسب الوقت، حسب المزاج، حسب الموسيقى مزاج يعني. ممكن احيانا فورا امسك شعبي، ممكن احيانا طربي، ممكن احيانا حسب يعني المزاج. ما في حسب الجو يمكن. أيوة. جو الاستوديو هون شو بيحكي لك تغني؟ والله شو بتحب تسمع؟ رح نترك لك لإلك المجال. تفضل. يلا. ما
نمشي نطلع عالقمر شي يوم بليل السهر حبيبي فل وراح زهق من حاله هجر مشي نطلع عالقمر شي يوم بليل السهر حبيبي فل وراح زهق من حاله هجر شو بيحلى براس السفر عكوكب ما في خطر شو بيحلى براس السفر عكوكب ما في خطر مش قادر بقى اتحمل راسي فول وانفجر بكرة طالع عالقمر فوق بدي انحجر إذا أنت ما جيت لعندي باقي عالقمر بكرة طالع عالقمر فوق بدي انحجر إذا أنت ما جيت لعندي باقي عالقمر يعطيك العافية. يعني عم نشوف بأغانيك شيء خاص مختلف عن اللي يمكن دائما بنسمعه وبنشوفه. قد ايه ضروري يكون الفنان أو العازف أو المغني يكون له لونه الخاص دائما، الشيء الخاص اللي بيتميز فيه عن غيره؟ أكيد طبعا كثير شيء مهم. يعني هلا الإحساس، إحساس خلينا نقول كل واحد بإحساسه كيف هو بيشوف الأغنية، بيشوف اللحن، بيشوف الكلمات، كيف حسب طريقته بقى المغني والعازف. يمكن بيعزف بشكل صحيح او بيكون ناجح لازم يسمع كمان بشكل صح. لمين بتسمع؟ مين بسمع؟ بسمع كثير والله. عدلك انا يعني المفضل يمكن المفضلين هلا عصفاً في الاستاذ نزيه بوريش، في الاستاذ يوردال. غناء بسمع طرب اكثر شيء، يعني استاذ عبد الوهاب، استاذ عبد الحليم، ام كلثوم، جورج والسوك، يعني اكثر شيء هدول خلينا نقول. بس بشكل عام بسمع كل شيء. بس في عندك هذا التنوع خلينا نقول. ايه طبعا. في حال حسب الاذواق الاشخاص اللي موجودين، نحن بنعرف قد ايه العود هو ممكن يكون ينطلب كثير من الشخص اللي بيعزف خلال قعده خلال جلسه انه يعزف او يغني. في اذواق كثيره بتكون ايه طبعًا متنوعه. طبعا. دخلت بمجال التدريس محمود، تدريس السولفيج تحديدا، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع وعلى العزف ايضا على آلة العود كمان. خلينا نحكي عن هذا المجال، قد ايه هو مختلف عن كونك انت بتعزف لحالك وبتغني وكونك انت عم تعطي هيدي المعلومات اللي بتعرفها لاشخاص ثانيين. كمان نرجع لشغلة الأسلوب، أسلوب يعني بده يكون في أسلوب للعازف أو للمدرس. هلا المدرس ممكن يكون ما نعازف، بس العازف يعني مو ضروري يكون إنه هو مدرس، أو قد ما كان مثلا واصل لمرحلة قوية بالعزف أو ولا بالغناء، في اسلوب، في طريقه، بده يكون فهمان صح، بده يكون متلقى صح لحتى يعرف كيف يعطي المعلومات. يعني لانه في اعمار كثير متفاوته، يعني ممكن يجي طالب بعمر صغير، ممكن يجي طالب بعمر كبير، فكل واحد حسب استيعابه. يعني مين بتفضل انت؟ يعني هلا دائما في ناس بتقول لك انه ما بقدر اتعامل مع الاعمار الصغيره، ممكن يكون عنده لسه حركه و لا انا بالعكس بحب الاعمار الصغيره اكثر. بتحب الاعمار الصغيره؟ هي يمكن بتعلم كمان بالدرس اكثر، يمكن تاخذ المعلومه بشكل صحيح وبتصير بتطورها يعني تماماً بشكل افضل. تماما تماما صح. والاطفال يعني بشكل عام يكون مخهم فاضي اكثر من الكبار. هلا ممكن ما كتير يكون ملتفت مثل الصغير، خلص تركيزه معي يعني. والموهبه بالمرتبه الاولى، يعني الموهبه بالمرتبه الاولى لازم تكون موجوده يعني لحتى الواحد ينجح بهذا المجال. كونك عم تحكي باعمار صغيره، بنعرف الطفل قد ايه ممكن يكون ممكن يحب الغناء، ممكن هو رغبه الاهل انه هن يعلموه هيدي الاله الموسيقيه. في صعوبات معينه يعني بمجال التدريس للاطفال؟ هلا في صعوبات، قلت لك ممكن يكون الطفل مجبر على التعليم، يعني ممكن يتعلم مثلا مع التكرار اذا كان ممكن مجبر. ممكن يتعلم، بس ما بعتقد انه مثل اللي عنده موهبه، يعني ما بعتقد هيك حسب انا ما شفت وما عطيت. يعني الموهبه هي الاساس يعني.
في معايير يمكن أساسية بالشخص لحتى يدخل على هيدا المجال، يمكن أي شخص بينجح بهيدا المجال. خلينا نحكي شوي عن المعايير اللي لازم تكون موجودة أو نلاحظها على الطفل لحتى ندخله بهيدا المجال. نرجع منقول بالمرتبة الأولى الموهبة، بالاهتمام، اهتمام بال يعني انه يتدرب بالبيت. ما بيكفي والله انا اروح اخذ درس ارجع ربع ساعه وخلصت، ما في، بده يكون في اهتمام وتدريب كتير بالبيت، استمراريه، اهم شيء الاستمراريه. يعني بيجي طالب احيانا بيقول لي انا بدي بثلاث شهور بدي يصير عازف، ما قادر ثلاث شهور يدوب يعرف يمكن يدوب يعرف يمسك النوتة تماما. لك الموسيقى يعني بحر، قد ما غصنا فيها ما بنخلص أكيد. بس هو يمكن الإصرار، الشغف، الواحد تماماً حابب تماماً يتعلم تماماً بيصير أسرع وقادر أكثر أنه يتعلم بسرعة ويتمكن من هذا الموضوع. صحيح. ذكرت بتحب أنت الطربي أكثر شيء، فشو بدك تسمعنا هلأ؟ شيء طربي أو شيء على اختيارك أنت؟ تفضل. يلي تعبنا سنين بهواه بهواه، عميل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش. يلي تعبنا سنين بهواه، عميل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش. وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. يلي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي وروحت بلاش، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. يلي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي وروحت بلاش، ضيع قلبي وروحت بلاش. شفت ازاي في قلوب خاينين، شفت ازاي ما فيهمش حنين، ولا الاسود طابع حبيبي، ولا الاسود طابع حبيبي. وانا من غيرتي ولهفه قلبي عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. يلي في حبه ضيع قلبي ضيع قلبي وروحت بلاش، ضيع قلبي وروحت بلاش بلاش. يعطيك العافية. عم نسمعها بموت آخر يمكن للأغنية على طريقتك أنت محمود. يعني دائما بتحاول أنه تعمل هيك، ممكن إعادة توزيع أنت بطريقتك الخاصة على العود؟ ممكن، يعني مو انه اعاده توزيع، هلا اعاده توزيع ممكن شوي، هلا بدها شوي يمكن شغل اكثر. ايه بس يعني شيء تغييرات بسيطه، بس انه الواحد يحس حاله عمل شيء جديد. بس هيك هي الفكره. تمام. اغنيتك الجايه شو راح يكون مودها؟ يعني هل هي رومانسيه، هل هي شعبيه؟ لا مو شعبيه، قصائد. قصائد. يعني هلا الاغنيه الجايه، المشروع الجاي ما أنا كلماتي هي، بس شغلي لحني يعني، ورح تكون كمان من توزيعي أنا. وغنائك؟ إيه غنائي كمان. وين وصلنا فيها؟ وين وصلت بالشغل فيها؟ هلا اللحن والفكرة التوزيع وال يعني ضل التسجيل. التسجيل يمكن هو أهم مرحلة، التسجيل. واحد حتى يتمكن منها تماماً من اللحن تمام، ويقتنع يمكن أكثر فيها. صح صحيح صحيح. أكيد بتمنى لك كل التوفيق وبانتظار جديدك محمود. يعني بختام يعني فقرتنا معك، خلينا نسمع كمان منك أغنية ختامية. شو حابب تسمعنا؟ كون نصير أنا وياك نجمع بالسما وغيمة،
نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيمه، وحدنا نطير ونعلي نجمة بالسماء، نخلي نرسم بالهوى حضنا، ندعي ربنا ليديمه، نقضيها عشق وشواق، نعلم الناس حنية، وابد ما نجيب طار فراق، نخلي الدنيا وردية، العمر لو ما نعيش بحب فاهي وما لك القيمة، نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيمة. شكرا لكم. شكرا كثير لك لوجودك معنا اليوم، يسعد صباحك محمود البحوري، بانتظار جديدك من مثل ما قلت من ألحانك وغنائك، يسعد صباحك. شكرا لكم. سعد صباحك، نورت صباحنا، نسلم حضرتك.